كان قلق. اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات جوج تيفي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذه الجوله الليليه بمدينه قنيطره. كيف ما كتشاهدوا معنا الاجواء اللي بمدينه قنيطره بالضبط بوسط مدينه قنيطره، كيف ما كتشاهدوا مرحبا بكل من التحق بنا، مرحبا بك ماد محمد، مرحبا محمد انت لطيف. نعم سي محمد، احنا في السنتر فيل ديال قنيطره وبالضبط بميموزا. كما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، حنايا بهذه الجوله الليليه باهم شوارع مدينه قنيطره. مرحبا بكل من التحق بنا، مرحبا بكم. كيف ما كتشاهدوا حنا في وسط مدينه قنيطره وبالضبط بميموزا المعروفه مدينه قنيطره، شارع شكيب أرسنال سينابيل. تبارك الله خويا سعد، بارك الله فيك سينابيل، كنشكرك جزيل الشكر وتبارك الله فيك انت، وشكرا على الحضور ديالك معنا في هذا البث المباشر. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الفاضل، حنا بشارع شكيب أرسنال اللي في بحي ميموزا اللي معروف في مدينة قنيطرة. كنتمنى نشوف التعليقات ديالكم، كنتمنى انني نشوف مرحبا بسي مرحبا بنجاة سي محمد، مرحبا بك، اسعد الله وكذلك انت سي محمد، اسعد الله مساءك بكل خير، ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة. هبة مرحبا بك معنا، مرحبا بكل متابعين من مراكش، مرحبا ب الناس من مراكش. مرحبا بالناس ديال مراكش، الناس البهجة. ديال الاجواء عندكم هبة او حبيبة؟ اعتذر الحبيبة كنعتذر منك. ديال الاجواء عندكم، حنا عندنا هنا في البرد شوية في مدينة قنيطرة، كاين واحد شوية ديال البرد. إذا مرحبا بكل من اللي تحت بنا، كنقولو مرحبا بك. حنا اليوم في مدينة قنيطرة بالضبط بميموزا وبشارع شكيب أرسنال. يقول الناس فريد على ما اعتقد او فدوى او بوصل، كيقول لنا الناس في سي طيبي، دونك انت جا الناس بوستوري. مرحبا بك معنا ابراهيم ادريسي، مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الناس ديال تافراوت مرحبا والف مرحبا، وتحيه للناس تافراوت. السعدي مرحبا بك معنا، كذلك السي رشيد، كل المتابعين ومتابعات شوف تيفي، شوف تيفي قناة الشعب، مرحبا بكل المتابعين ديالها اللي كيتواجدوا معنا. السي هشام
كيف ما كتشاهدوا معنا هذه الجولة اللي هي بمدينة قنيطرة، بالضبط بوسط مدينة قنيطرة بشارع ميموزا المعروف، عفوا بالحي ميموزا، وحنا الآن كنتواجدوا بشارع شاكيب الأرسنال. تحية متبادلة للسي إبراهيم إدريسي، والحمد لله انت وافي القناة شوف تيفي، لأن شفناك البارح وأمس والأمس شفناك معنا. سي عبد الله مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. تحية متبادلة سي عبد الله كذلك قنيطرة. قنيطرة بيرامي، دونك انت في قنيطرة بيرامي، بيرامي شرقية ولا غربية؟ اعتذر. بارك الله فيك السي ابراهيم ادريسي، وتحية متبادلة للأخ ابراهيم ادريسي. كذلك معنا ابراهيم، تحية لكم وجميع المسلمين، مرحبا ألف مرحبا بك. ماد محمد كيقول لي هاني هذه قريبة من النيابة، فعلا هذه قريبة من النيابة ديال التعليم، وحنا بالضبط بالطلعة ديال مؤسسة بن سينا اللي معروفة في مدينة قنيطرة. اعتذر كيف ما كتشاهدوا معنا، مرحبا بالناس ديال المغرب العربي بمدينة قنيطرة، الساكنة ديال المغرب العربي. عبير السابير مرحبا بك معنا، وكل من التحق بنا كنقولوا مرحبا بك في هذه الجولة الليلية بمدينة قنيطرة. معنا نور الدين، مرحبا بك سي نور الدين ابراهيمي في هذا البث المباشر. تحية متبادلة. برامي جنوبية مرحبا سي أسامة، مرحبا بك. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، حنا هذه بن سينا اللي كنا كنتكلموا عليها قبل قليل. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، الآن أمام قصر الضيافة كيف ما كتشاهدوا، هذا هو قصر الضيافة بمدينة قنيطرة اللي كان سابق دار العميل، اللي معروفة كانت بدار العميل. عليكم السلام السي عبد الرحمن، مرحبا بك معنا، تحية متبادلة لك أخي.
من كيف ما كتشاهدوا معنا الان قرب قصر الضيافه اللي معروف بمدينه القنيطره. تعريف باش نجاوبك صديقي هو تعريف بالمدينة، ومنها نخرج من روتين ندخلو في حوايج أخرى جديدة ديال جولات المدينة. كاين اللي ما كيعرفش مدينة القنيطرة، كاين اللي كيبغي يتكتشف في مدينة القنيطرة، كاين اللي كيبغي يعرف المدينة، كاين اللي ما عمرو شافها. دونك هادي هو الإفادة من هاد الجولة الليلية. مساء الخير استاذ عبد الغفور، اهلا وسهلا بك معنا في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. تحية لك سي عبد الغفور، ما شفتش مرحبا شاهيناز، مرحبا. غادي من بعد ما يسالي هاد البث غادي نتواصل معك وغادي نتكلموا معك في هذا الموضوع. مرحبا، تحية للناس الناظور وألف تحية. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل، دابا نخرجوا في محطة القطار ديال مدينة القنيطرة. بارك الله فيك وتحية متبادلة. احنا في استاذ غفور، احنا في حدا قرب عفوا قرب محطة القطار، اعتذر. اذا انتم كما كتشاهدوا معنا هذا المنظر الجميل، سي علال مرحبا بك وألف مرحبا، تحية لك سي علال. هذا الرسم الهندسي اللي رسمو فم رسم البراق كيف ما كتشاهدو معنا، ولكن نتمنى يكون واضح لكم. على شكل بوراق كيف ما كتشاهدوا،
هذه المحطة ديال القطار ديال مدينة بوينتيرا. نبقي نقول لكم إلى ليلة، نبقي نقول لكم ليلة سعيدة وتصبحوا على ألف خير، وشكرا للمتابعة. نتمنى منكم أنكم تبارتاجيو، وكنتمنى من السائقين اللي كيسوقوا كنقول لهم ردوا بالكم، راه حياتكم كتهمنا وكتهم عائلتكم. وليلة سعيدة، اصبحوا على خير، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.